السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعين ذا إيجيبشن وورير أو المحارب المصري. معكم عمرو عبد المنعم، أخباركم يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبتدي بحب أقول لكم إن دي المرة التانية بصور الفيديو، مع إني كنت قربت أخلصه أول مرة، بس للأسف الكهرباء عندي فصلت، فاضطريت إن أنا أعيد كل الفيديو من الأول تاني. أهلا بيكم بقى، ويلا نبتدي. قبل ما نبتدي طبعا الحلقة، يعني هقول لكم على حاجات سريعا كده اللي انا عملتها المره اللي فاتت. اول حاجه ان انا جبت الكاستو ده، انا جبته لان انا كنت قايل لكم قبل كده ان انا كنت هعمل بيت هناك في الجزء اللي فوق ده كده اهو، الجزء ده سريعا وانا ابتديت فيه وخلصت منه جزء. ده هيبقى خاص بالميوتيشن بتاع الحاجات الطايره عموما، اي ديناصور طاير. وجبت من جبت شويه ارجي، الارجي دي انا ربطتهم من الجزيره اللي فوق جنب البيت هناك. هوريكم البيت هناك بالمره، بس حابب اقول لكم ان انا زودت كام تليبورتر بالحاجات دي، ده طبعا تبع المود. يعني انا دوست كده عندي اكتر من تليبورت، ده الهوم اللي انا فيه دلوقتي، الموتيشن هوم ده البيت الجديد، والفولكان ده اللي هو عند البركان من فوق بس في حته يعني في زاويه كده عشان ما يبقاش عند البركان بالظبط. وفي دينجر اريا تراب، ده انا عامل 3 تربات اللي كنت بتاعم بيهم الارجي. عندي جزيره من فوق كده حته ما فيهاش ديناصورات يعني. والماونتن اوف ميتال ده مكان كده، يعني هو الجبل، يعني خليني اوريكم مكانه كده بالظبط عشان تبقوا عارفينه بالظبط. الجبل ده عليه حديد كتير جدا، فانا مسميه ماونتن اوف ميتال، يعني جبل الحديد. كان في ايه تاني؟ خليني اخد البترودون بس كده، تعالى هنا هعمل لكم تليبورت عند البيت الجديد، اوريكم الشغل اللي انا عامله هناك. هو البيت مش كامل، وكده اهو ادي البيت اللي انا عملته. طبعا انا ما صورتوش في فيديو، لان انا عايز اقول لكم ان ده اخد مني يوم كامل حرفيا عشان خاطر اجمع الموارد وابدا اعمل البيت بالمنظر ده. ويعني قعدت اجرب اكتر من مره في الستايل، يعني الخشب والطوب والكلام ده اخد مني كتير اصلا عشان افكر هو ماشي ازاي. ده كده شكله سريعا اهو من فوق، ده كده شكل البيت. البيت عبارة عن دورين، الدور اللي فوق ده خاص بالميوتيشن، يعني نروح على الدور اللي فوق اهو، ده كده خاص بالميوتيشن. الحاجات اللي طايرة طبعا هيبقوا واقفين بالمنظر دوت، ودي كلها الفيميل، والميل هيبقى واقف قصاده زي الارج اللي هناك ده كده، كنت جايبه عشان خاطر اعرف المقاس بتاع المكان هيناسبه ولا لأ. تمام، ده كده بالنسبة للجزء بتاع الميوتيشن. الجزء اللي تحت يعني أنا لسه بظبطه، بشوف هيبقى عامل ازاي بالظبط، بس ده منظر المكان يعني. بس في الأغلب هيبقى في منطقة الكرافت كلها عموما، والاستوريج والحاجات دي هتبقى هنا اهو. والأوضة دي طبعا المكان ده أنا عامله للميوتيشن بقى، الحاجات الكبيرة زي الراكس، زي جيجا، زي أي حاجة يعني عموما هتبقى في المكان دوت. المكان ده يعني انا اللي في بالي لحد دلوقتي ان انا هقسمه على 3 مناطق او منطقتين، يعني منطقه كبيره ومنطقه صغيره شويه، والمنطقه اللي هي فيها الدخله دي، والجزء اللي هنا ده يعني لسه ما قررتش هعمل ايه بالظبط، بس في الاغلب ممكن اوسع واعمل بقيه الحاجات. ده كده كان بالنسبه للبيت دوت. هوريكي برضو التراب اللي انا عملت بيه الارجز الكتير دول سريعا كده. ده كده كان التربورت بتاع الارجي. طبعا احنا ما بعدناش عن البيت كتير، هو البيت في المنطقه اللي هناك دي قصادنا على طول. تمام، خليني بس اشغل السوبر بلاس ده. انا هنا كنت عامل 3 تريبات اهو، 3 تريبات. كل اللي كنت بعمله في المنطقه هنا اهوت، كنت بشوف الليفل، يعني لو ليفل صغير بقتله، يعني مثلا ده 30 كنت بروح اقتله على طول بالبترول اللي انا راكبه ده، معليه في الميني مخليه 1000 تقريبا. اسف اهو، معليه 1000. فكنت بقتل بيه كل الارجز الصغيره، وكنت بقى اي شوف اي حاجه اقل من 250 كنت بقتلها. غير هنا كان في برضو كارناتورس، ده اكتر من مره نزل الفا، يعني انا بسبب الكرافت اللي حصل كتير ده انا الليفل بتاعي طالع 100 وما زال بيزيد. بيزيد بسبب ان انا بقتل الالفا قصدك، اي كريتشر الفا. الالفا بتزود التشيب بتاعي، التشيب لما بيزيد بيزود ليفل معاك. تمام، يعني كل ليفل في التشيب بيزيدوا عندك هنا في الليفل الاساسي، فعشان كده التشيب اللي معايا زاد ليفل 3 يعني.
ده كده كان سريعا في الحاجات اللي احنا عملناها. في طبعا حاجة تانية انا عملتها كان مود ديفتو. خلينا بس نرجع البيت الاول. المود التاني اللي انا ضيفته، لو جيت كده وغيرت اللبس بتاعي للبس دوت بتاع اللي على ظهري ده، بتاع اللي على ظهري ده لما بنط من مكان عالي ده بيساعدني ان يعني بيخليني اطير. يعني انا بص، انا ادوس يعني في النازله دي، انا ادوس الدبل بس المسطره دبل كده بيبدا يطير. تمام. طبعا انا عشان ما ادوسش يعني ما بدوس دبليو، فالمفروض ان هو بيفضل طاير لابعد مسافه. يعني ده كان من ضمن الحاجات اللي انا ضفتها. في حاجه كمان انا مش فاكر الصراحه قلت لكم عليها المره اللي فاتت ولا لا، بس انا فتحت الموفمنت سبيد عندي في السيرفر اوف سنج بلاير عموما ليا وللديناصورات. يعني هي الصراحه مفيده فانا فتحتها. غير كده ان انا اصلا مزود الستاتس في كذا حاجه، فمش مش فارق معايا البوينتس التانيه ان انا هزودها فين، فانا قررت ان انا هزودها في الموفمنت سبيد واشتغل عليها. كده بقى نبتدي على طول الحلقة بتاعتنا عشان ما ناخدش وقت اطول من كده. احنا المفروض ان احنا كنا هنجيب الكوين بي. الكوين بي انا كنت محتاجها لاكتر من سبب. اول حاجة ان احنا محتاجين كيبلز، فاحنا الارجي اصلا على فكرة بيعمل الكيبلز اللي هي لونها بنفسجي، وعشان نعملها محتاجين عسل. تمام، دي نقطة، فاحنا كده كده لازم نجيب عسل. الحاجة التانية ان انا الاكاتينا ما بياكلوش اصلا غير سويت كيك. تمام، فانا طبعا بص الفود بالمنظر عامل ازاي، هما كلهم تقريبا النص، فانا كده كده عايز السويت كيك عشان ياكلوا. فهي ملهاش حل تاني ان انا اروح اجيب كوين بي وابدا اعمل بيها عيش هنا يعني، واحط لها فلاور عشان خاطر تبدا تشتغل. فاحنا مع بعض بقى هنكمله. انا الاول صح قبل ما اتحرك نسيت اقول لكم، انا عملت كرافت لجرابينج هوك. جرابينج هوك دوت عشان الاماكن بعيده فانا اقدر اجيبها. تمام، يعني اقدر اضرب عليها كده ان انا اروح لها، سواء بقى انا هضربها او هضربها ببترول او اي نفس اللي انا هعمله يعني، او ان انا ممكن استخدم الحاجات دي. انا طبعا عامل روف هنا لان يعني مفيش رامب في الساتش، فعامل روف وعامل ساتش فاونديشن وعامل سيلينج. دول لو انا حابب ان انا اجمع العسل مش ادمره، المفروض ان احنا هندمر العش عشان خاطر نطلع الكوين بي، وبعد كده ناكلها فلاور رير فلاور عشان تبدا نبدا ناخدها يعني وتبقى معانا. وبعد كده عندنا الباج ريبلانت. الباج ريبلانت ده عشان النحل ما يجيش علينا واحنا لابسين اللبس ده، ان اللبس ده لما بتيجي تلبسه بيبقى فيه نسبه 50% في ان الديناصور ما ياخدش باله منك. تمام، فدي حاجه من الحاجات المهمه اللي لازم تاخد بالك منها، بالذات اللبس ده. يعني لو هتعمل اي حاجه خصوصا في الريد وود خليك لابس اللبس ده دايما، لان الريد وود هنا اصلا يعني كلها حيوانات مفترسه، وخصوصا سايلة اللي بيقف على الشجر ده، فخلي بالكم من الموضوع ده جدا. غير الطير الرخم اللي بيطير على الارض ده، مره واحده تلاقيه راح نط عليه جاب لك ستان تلمت عليك الحيوانات عملت معاك الجلاش، ده اللي بيحصل. فخلوا بالكم بقى وانتوا في المنطقه هنا اهو. المفروض ان احنا تستنوا، لقينا واحده اهي. تمام، المفروض بقى ان احنا دي ندمرها عشان تنزل الكوين بي. طيب احنا قبل ما نعمل اي حاجه نتاكد بس اهم حاجه ان مفيش حيوانات مفترسه حوالينا، دي اهم حاجه. تمام، فخلوني اقتل بس الحشره دي كده عشان عارف ان هي هتهاجم علينا. تمام، وخلوني عايزين نقرب بس منه شويه هنا كده. تمام، اهم حاجه بس نتاكد ان مفيش سايله حوالينا تعمل معانا الجلاش. بص انا خايف من الحشرات دي كده، انا قتلتها اهو. بص بقى انا كده كده هستخدم البترودون الضربه بتاعته اللي هي بحرف السي عشان خاطر ادمر التراب دوت. تمام، فانا قبل ما اعمل كده انا هستخدم باج ريبلانت عشان خاطر يعمل الاسبراي، بعد كده ابدا استخدم الضربه دي. انا مش عارف هدمجه كتير ولا لا، بس هنجرب يعني. هو ضرب جريت، هما جايين ورايا طبعا، هما اللي جايين دول ليهم اللايف تايم سبان ان هما بيموتوا بسرعه يعني، ما بياخدوش وقت من غير حتى ما تيجي جنبهم.
حتى هم كلهم ماتوا اهو. فممكن بقى نبدأ نضرب البتاع دوت، او ممكن نستخدم اي سلاح من معانا على فكرة. بس كده احنا دمرنا العشة اهو، ادي الكوين بي تمام. هنستنى بس تنزل على مكان قريب في الارض، وكده كده اللي حواليه ده هيموت. الرير فلور ما تنسوش تحطوها في رقم زيرو، مهم جدا 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 جدا. تمام طيب، الكوين بي كانت فين؟ راحت هنا، راحت فين، راحت فين، كانت هنا. ايه ده؟ اختفت، راحت فين؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ كانت لسه هنا. راحت فين؟ ايه ده ازاي يعني؟ اي كده على الهادي بقى كده. طبعا بصوا انا البتاع اللي هما بيعملوه ده، بصوا انا ممكن اقول لكم على حاجه، هما كده كده اصلا اللايف زمان بتاعهم بينتهي، فاحنا ممكن نستخدم ده افضل، السيف. خلينا بس نشوف هي راحت فين. هي هناك اهي، جايين بس على الهادي كده. ام راحت فين هي؟ خدي يعني ايه، مش عايزه تاكل العسل. هي اكلته، اخيرا اكلته. بدوس ايه طبعا عشان اخد الكوين دي. بس اللي انا خدت بالي من حاجه، ان انا لما كنت بعيد عنها انا كنت بدوس على الحيوانات اللي حواليها مش هي، تمام. فخلوا بالكم الحته دي، فخلينا بقى نروح نحطها يعني عندنا. بس اهم حاجه خلي بالكم اي حيوان غلس بالذات سايله ده، هروح اعملها احطها هناك واحط فيها الريل فلاور. بعد كده هنيجي ونجيب مثلا اتنين كمان او حاجه. هو الموضوع سهل اصلا، ما فيهوش حاجه صعبه. هي بتاخد يعني واحده تقريبا ريل فلاور، ده يعني ده تقريبا اللي انا جربته قبل كده. معرفش بقى في الاوفيشال الصراحه هي بتبقى عامله ازاي. طيب كده احنا وصلنا البيت اهو، تعالى نحطوها. ممكن نحطها فوق او نحطها هنا. طبعا عايزين ناكل ونشرب، فين الاكل اهو. تعالى بقى نحطها فوق كده، ادي العسل اه كده تمام. ممكن كمان نحط واحدة قصادها، يبقى كده تمام اوي. طبعا احنا محتاجين خلونا نختم مثلا دي النص، وخلينا نحط هنا. طبعا انت لازم بعد ما تفتحها تحط فيها الريل فلاور، عشان بعد كده تبدأ تعمل العسل لوحدها. بس اهم حاجة خد بالكم، انت لما تيجي تفتح دي، يعني اهم حاجة لما تيجي تفتحها افتحهاش غير بالباجر بلنت، عشان انت لما تيجي تعملها هيدوك البفاية اللي هي بتنزل في الهيلث. فالموضوع هيزولك جامد قوي يعني. خلونا بقى نحط ريل فلاور، وخلونا نجيب يعني انا هروح هناك هجيب مثلا اتنين او تلاتة كمان، ممكن تلاتة يبقوا اتنين فوق.
واتنين تحت، يبقى احنا جايبين كده كذا واحدة يعني. فزي ما قلت لكم انتوا ممكن تستخدموا البترودون، ممكن تستخدموا الارجي، بس الارجي انتوا عايزين حاجة سريعة عشان خاطر تعمل الموضوع دوت. ممكن تستخدموا ال مش عارف البير هيدمرها ولا لا، اللي هو الدب اللي بيبقى موجود هنا، بس الدب ده تقريبا بتعمل كوليكت للعسل اسرع مش اكتر تقريبا. انا ما اعرفش بقى يدمجه ولا لا، او ممكن يكون مدمجه لانه مفيش حاجه، في مفيش ديناصور اصلا مش هيدمجه. فانتوا ممكن تستخدموا، انا يعني بالنسبه لي بستخدم البترودون زي ما انتوا شايفين، اضرب العش يعني واعمله في واحد كمان اهو. بس خلوني الاول اتاكد ان الدنيا تمام. طبعا في الحشرات، بصوا هو المكان هنا يعني هو حلو، ممكن نجيبه، بس في الحيوان اللي تحت دوت معرفش بقى، هو اكيد ليفل عالي 90، فاضله ضربة ما خداش. خد خد يا ابن الرخمة. كده احنا قتلنا بتاع الرخم ده. طيب نبدأ بقى ونقتل البتاع اللي فوق دوت. تمام. راح فين؟ راحت فين؟ كانت هنا تقريبا. اي خلونا نضرب ده. وقعت من ضربة اصلا. فين الكوين بي؟ الكوين بي تقريبا في الشجرة هناك اهي. كوين بي في الشجرة أصلا، فالمفروض إن احنا نطلعها ازاي يعني. ايه كوين بي متبقى في الشجرة، كده بقى غالبا هنشوفه، ممكن نشوف واحدة تانية يعني. أقولكوا على حاجة، احنا ممكن نعمل كده، الله الله ده انا وقعت وقعة منيلة. انا عشان خاطر الوقعة اللي انا وقعتها دي كويس ان هي طلعت بس مش اكتر. خلونا بقى ايه نقرب ناحيتها كده، ننزل هنا كده، نروح كده، انزلي 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 بسرعة. اصبروا هو على راحت فين؟ طيب انا عطشت اصلا. ايه عملت لها تيم، هي بتاخد مني واحدة فلاور بس اصلا عموما يعني. خلونا كده احنا جبنا واحدة، ممكن نشوف واحدة تانية. هو احنا كده محتاجين اتنين كمان يعني، انا بالنسبة لي محتاج اربعة عموما. طيب محتاجين نشرب، بس انا في حتة امان على فكرة. في يعني مش شرط نجيبه الكوين بي من هنا اهو، هي في اماكن تانية يعني غير المكان، غير الريد وود عموما يعني. كان المفروض ان كان في مكان جنب البيت اللي احنا فيه اصلا دلوقتي، وفي مكان تاني في الماب من تحت كده في حتة معينة، بس انا صراحة مش فاكر انهي حتة بالظبط. استنوا كده، هو غالبا غالبا يعني موجود في المنطقة دي. لحظة مش عايز اتحرك يعني. غالبا بيبقى موجودة في المنطقة دي غالبا يعني، انا مش متأكد،
والمفروض المفروض ان في حته هنا هو في البيت اللي احنا فيه يعني، بس طبعا هو بيبقى اكترهم موجود في الريد وود، فيبقى الافضل ان احنا نستخدم الريد وود. بص 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 سايل اهي اهي، بص واقف فين اللذينه ده، ده طاير مش ناقص حشرات. ادي واحده كمان اهي، دول اتنين كمان الاتنين، وفي واحده هناك اهي، اهي في واحده هنا وفي اتنين كمان اهو. انا اقول لكم على حاجه، احنا ممكن نضرب نعمل ديت، نستخدم دي الاول وبعد كده نرجع الاتنين، بحيث ان انا لو ضربت التانية بالغلط ما يبقوش كتير يعني. فخلوني الاول استخدم اللي هي الباك ريبلانت دي، وعلى فكره في اتنين كمان قدام اهو، ده مكان هنا كتير. خليني اقول لكم في انهي حته بالظبط، خلوني حتى افتح لكم الماب التانية اهو، الحته دي بالظبط اهي، الحته دي فيها كتير اهو، يعني اتنين ورايا، اتنين في الشجره دي، وواحده هنا، واتنين في الشجره اللي قدام اهو. مش عارف بقى اذا كان في تاني ولا لا، بس خلونا نجرب دي. طيب انا عملتها متدمرتش، نعملها تاني. ما تقريبا ما جاتش فيها اصلا يعني. طيب خلينا الاول اخد ده، ياخد ريست كده، انه اصلا الاستامنة بتاعته في الرايح، ونروح تاني المكان هنا يعني الى شبه ما هادي. طيب تعالى بقى نجرب تاني كده اهو، مش عارف ليه ما اتدمرش اصلا. انا المرة اللي قبل دي على طول اتدمرت بسرعة، بعد كده اتدمرت اهي. هي تقريبا عشان ما جاتش صح من اول مرة. هي ليه الكوين بي دايما بتلزق في الشجرة؟ دي تاني مرة الكوين بي تلزق في الشجرة. راحت فين؟ لسه في شجرة؟ أنا سامع صوتها جوه الشجرة أصلا. ناوية تطلعي طيب ولا إيه؟ طيب أنا ممكن أنزل هنا وأحاول أعملها تما، هي طلعت إيه؟ تمام. لا بس تنزل الأول شوية على الأرض كده، وأنزل وأعملها تاني. ننزل كده أهو سريعا. خدي خدي خدي. خلي بس البتاعة بتاعت النحلة دي تروح من عليا. خدي خدي. راحت فين؟ هي تقريبا لازم اللون الاصفر ده يروح من عليها. هي لازم صح كده، يبقى هو كده المفروض اللون الاصفر ده يروح من عليها خالص. اللون الاصفر ده بتقول ان هي خايفه يعني، فلا هي خايفه بتنزل البيز بتاعها. انا مش عارف اعمل لها كده. لما بتبقى خايفه بتنزل الحاجات بتاعتها دي، اللي هو النحل ده يعني، عشان خاطر يدافع عنها. فالمفروض ان انا اول ما تبقى هاديه ابدا اعمل لها تيم، المفروض ان هي ما تهربش يعني. فخلوني بقى نجيب واحدة كمان، يعني انا محتاج اربعة. عايزين واحدة كمان. كان فين هنا تقريبا اهو. طيب
هنا المكان يعني بصوا. طب خلينا نشوف كده في المنطقة دي لو في أي حاجة تانية أهدى شوية. احنا كده معانا 2. ومحتاج، واحنا كان معانا أصلا واحدة هناك، كده محتاج بس واحدة كمان يعني. طيب ممكن استخدم دي وخلاص يعني. الفكرة إن أنا عايز أبعد عن الدببة والحاجات دي، بس خلينا نجرب. طيب احنا ضربنا أول واحدة، خلونا نجرب كمان مرة. اهو تلاحظوا ان هما بيعملوا اصلا ريسباون اول ما بتقرب منهم. ادي الكوين وقعت اهي. انا بس هتروح فين اول ما تبقى بيضة، يعني اللون بتاعها يبقى ابيض، او عقبال اول ما تهدى عموما. المفروض من غير السكوب ده يعني، اول ما تهدى تقرب منها وتعمل لها تيم. تمام انا مش شايفها. طيب هي كده المفروض ان هي هدت. خلينا نقرب منها بقى واحدة واحدة كده. عايزين نقرب منها واحدة واحدة. انزلي تحت، انزلي تحت، مش شايف. هاي شفت عملتها ازاي؟ اول ما بقت هادية انا رحت حاططها على طول. هي دي الفكرة يعني. ان لازم الكوين بي تبقى هادية، اول ما تلاقيها هادية كده على طول تروح مأكلها على طول. كده احنا جبنا الاربعة اللي احنا محتاجينهم. كده بقى المفروض ان انا معايا العسل، نقدر نأكل بقى الحاجات اللي معانا دي. ممكن نعمل كمان الحاجات الصغيرة بتاعتهم ونكبر الارجي، اسف اسمهم ايه، الاكاتينا. معانا بقى كاتينا بيبيز كتير اصلا، ممكن نكبر الفارم بتاعت سمانتينج بيست. انا معايا تقريبا حوالي 3000 من الفارم، فالفارم بتاعتهم صراحة كويسة جدا يعني. خلونا بقى نحط الكوين بي دي كده اهو، واحد مثلا هنا، ونحط مثلا واحد اهو. نشوف ده عمل عسل ولا حاجة. لسه ما عملش عسل. طيب ده هيبقى نفس الفكرة. خلونا بقى نقسم ايه الفلاور دي اوف و ماشي. ممكن ناخد دي كده ونحط دي، ونقسم ده على الهوف وده على اوف و تراك ايه ده على الهوف. تمام. طيب بص، عشان انا احنا ممكن ناخد ده كده، نعمله ده كده سبريت على الهاب، وده على الهاب، ناخد ده كده سبريت على الهاب، نحط بقى الجزء اللي هنا فوق ده، ونحط المعلمين اللي تحت، نحطهم كده، ونحط لهم الفلاورز، ونيجي على المعلمين اللي هنا نحط ادي كده اهو، وادي كمان الفلاورز. كده احنا جبنا العسل النحل. طبعا هو بياخد وقت عبال ما يعمل جنريت. تمام. بياخد يعني، انا معرفش الصراحة، مجربتش بياخد قد ايه، بس دي بقالها كتير يعني، تقريبا من اول الفيديو، او مش من اول الفيديو يعني، يعني ممكن تقوله بتاع 5 دقايق تقريبا، 5 دقايق، و لسه ما طلعتش حاجه يعني. المهم ان هما بيتسابوا، هما بقى بيطلعوا مع نفسهم كده جنريت للعسل.
بس اهم حاجه تحط الرير فلاور ده، اهم حاجه في الهاني. طيب كده بقى احنا المفروض ان احنا خلصنا الجزء دوت بتاع العسل. كده بقى احنا هنبقى معانا حاجتين احنا نعملهم عادي، يعني احنا هيبقى معانا سويت كيك. طبعا المفروض ان انا اخد الحاجات دي، ان هو اخرهم 100 بس. خلوني اروح على الكونسول واعمل سورت مانيوال. تقريبا جمعه عسل اهو، لان اول ما عملتها راح ساحب على طول في الرينج، فتقريبا عملوا 5 كده. السمنتنج لسه معايا يعني داخل في 4000، وهو مجرد ان انا عندي 4 بس. تمام، فده حاجة كويسة جدا في الكاتينة، فانا انصح الناس كلها تعملها اصلا. عندنا طبعا عندنا كاتينة كتير جدا. لما اعمل سويت كيك هطلع كل دول، او مش كلهم يعني، ممكن ممكن اقول لكم على حاجه، احنا ممكن ناخد دول عشان تبقى مزرعه كبيره. ممكن اعملهم في البيت التاني، اعمل لهم كمكان كده في البيت التاني، بحيث ان هم يجيبوا سماتينج ميست كتير او اكاتينا بيست، يعني انه هينفعنا وهنحتاجه كتير جدا اصلا. بالذات بعد كده بقى لما نيجي نعمل حاجات بالميتال، او بعد ما نجيب التك ان شاء الله، ف هياخد مننا وقت. المهم ان احنا كده معانا حاجتين، ان احنا معانا سويت كيك دوت. طبعا احنا محتاجين عسل، محتاج 2 لكل واحدة، وعندنا كمان الكيبل البنفسجي. الكيبل البنفسجي انا فاكر ان كان في حاجة محتاجة عسل. اللي هي الكيك الاخير، للاسف الكيبل الاخيرة دي محتاجة الجوينت بي. طبعا احنا محتاجين ده ومحتاجين ده. تمام، دوت بيجي من الارجي بيوقع البيض اللي هو اللي بيتعمل عشان خاطر البنور البنفسجي. طبعا دوت بقى ليه حاجات تانية خالص، هيسبرونونس مثلا وشوية حاجات كده في مبات لسه ما نزلتش اصلا في المبة دي. فهو غالبا اعلى حاجة نازلة في المبة هنا هو اللي هيبقى لونه بنفسجي والذهبي. بس احنا معانا اللي يتعمل بنفسجي في الوقت الحالي، وده اغلب الحاجات اللي محتاجينها الديناصور، مثلا زي الراكس، زي الدودكريس مثلا ممكن نعمله، زي الانكي، زي الكاستو بيترودون. يعني مثلا الكاستو انا مش عارف كان بياخد بياخد ده تقريبا، كان عايز 2 بس انا اعطيته اللي هو الخضار ده. لو شفنا مثلا اي بيترودون، مش اي بيترودون قريب، البيترودون محتاج كيبل اقل، بس احنا اصلا محتاجين الكيبل عشان نروض بسرعة، عشان خاطر نبدا نعمل ميوتيشنز. يعني اهم حاجه الميوتيشن عندنا، اللي انا بعمله في الباكسين الايام دي، ان انا بجمع الارجز اللي ليفلات عاليه، بعد كده هختار منهم 4، كل واحد في الاربعه دول الستيتس بتاعته عاليه في حته شكل. يعني انا عايزين ستيتس في الهيلث، عايزين ستيتس في الاستامنا، عايزين ستيتس في الويت، عايزين ستيتس في الدامج. فانا الاربعه دول محتاجينهم بحاجات معينه في الار جي، بحيث ان الار جي ده يطلع اقوى ار جي عندنا. ده غير طبعا ان هو الميوتيشن بعد كده هيبقى فيها الوان مش عارف ايه، فهتخلي اللون كويس. ده غير ان احنا ممكن بعد كده نجيب اي ار جي لونه عاجبنا وندمج الاتنين ببعض. فالموضوع هيبقى حلو. تمام، وانا متاكد ان في ناس كتير ما تعرفش موضوع الميوتيشن ده بيبقى عامل ازاي، لان انا شخصيا انا يعني قعدت فتره كبيره بحاول افهمه. و يعني طريقته في الاول كان الموضوع كان تقيل قوي، فيعني اخد مني شويه وقت عقبال ما افهمه اصلا. كان لا كان صعب وكان غتت قوي بالنسبه لي، بس بعد كده فهمته. وفي ابلكيشن كنت بستخدمه في اللعبه القديمه اللي هي ارك سرفايفر ايفولفد، بس هو لسه ما بيسبورتش السندد. فاول ما يصبرته هعمل عليه فيديو وافهم الناس ازاي تستخدمه. واسمه ارك سمارت بريد، لو حد عايز يدور عليه يعني. طبعا ده مفيد جدا، وهيقول لك بدل بقى ما انت تقعد تحسب ومين ستاس اعلى ومين مش عارف ايه، فلا انت بتدي له كل الحاجات اللي عندك. ليه طريقه كده بيطلع كل الحيوانات اللي عندك بتديها له، وتبدا بقى يفنطها لك واحده ورا التانيه، ويقول لك البوينتات بتاعتك حلوه فين، وان ده تقدر تعمله فين بالظبط. وده على فكره ده حلو جدا جدا جدا، وخصوصا
انه مثلا في اوفيشال سيرفر اكيد مش هيجي لك ويقول لك ان ده بوينت كذا وبوينت كذا، تمام؟ عشان تعرف البوينتات وتعرف ده حلو ولا لا، كان لازم تعمل وانت بتعمل تيم تروح على موقع دودو ديكريس. خليني بس اقتل البتاع ده عشان ما يضربش حاجة ولا يسرق حاجة، هو أصلا شكله جاي يسرق. يلا بالشفا، تمام. كان لازم تروح الأول على موقع دودكريس، آسف دودكريس إيه دودكس، دودو ديكس قصدي. في حاجة اسمها كالكوليتر كده بتاعت الداينو اللي أنت بتعمل لها تيم، فالمفروض أنت كنت بتديله الستيتوس بتاعت بتاعته وهو بيتعمل تيم، يعني ما ينفعش بعد ما أنت عملت تيم، لا وهو بيتعمل تيم، تمام. بتدي له بقى الانرجي، اسف الاستامينا، الهيلث، الاكسجين، مش عارف ايه، بيقول لك بقى ده حلو فين ووحش فين، فتقدر بعد كده انت ممكن بقى تستخدمه، تخليه للميوتيشن، يا اما تستخدمه لحاجتك انت، يا اما تقتله لو انت مش عايزه، دي حاجه ترجع لك بقى، تمام. فدي بس كانت الحاجات اللي احنا بنجهز لها، يعني كل الليله دي عشان خاطر الميوتيشن، عشان بعد كده نقدر نجيب الراكس، والراكس نقدر برضه نعمل له ميوتيشن ونجيب اقوى واحد او اقوى حاجه ممكن نطلعها، ونجيب اكتر من واحده، واقول لكم يلا بينا على على البوس فايت ونفتح التيكه مع بعض، تمام. فدي كده كانت حلقتنا. ان شاء الله الحلقه الجايه يعني في الاغلب هوريكم ازاي هعمل الفارم بتاعت الميوتيشن، او اسف الميوتيشن بتاعت الارجي. هوريكم بتتعمل ازاي، هختار منهم كذا واحد، بس انا قبل ما اعمل الكلام ده في الباك سين طبعا عشان ما ناخدش وقت، ان انا اجيب اكتر من ارجي. يعني انا لحد دلوقتي انا جايب 2 4 6 7، 7 منهم 4 في ميل و3 ميل. طبعا احنا عايزين ميل واحد او ميلين، لا او ميل واحد على ما اعتقد، يعني لسه هظبطها، والمفروض اكتر من فيميل وميل واحد، تمام. فهنظبطها يعني. فالمهم في الباكسين ان انا هجيب اكتر من ارجي، والحلقه الجايه ان شاء الله ممكن نخليها على المكان بتاع الميوتيشن بتاع الارجي. اوريكم انا عملت الفارم ازاي، طبعا البيت انا وريته لكم في اول الحلقه، هوريكم انا هختار الارجي ازاي، هنرتبهم ازاي، هنعملها ازاي، كل الحاجات دي ان شاء الله ممكن نعملها في الحلقه الجايه، الا لو انا هعمل حاجه تانية برضه هقول لكم عليها. بس هو في الاغلب زي ما قلت لكم هيبقى في الارجي، لان انا جبت اغلب الحاجات اللي انا محتاجها يعني، والارجي كده كده بينزل البيت بتاع الكيبل، فانا ممكن استخدمهم بحيث ان هو يجيب البيت لغايه ما اعمل الميوتيشن. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم، وعرفتوا ازاي تجيبوا الكوين بي عشان خاطر تفيدكم في بعد كده بقى في الكيبل، سواء في الكيبل او حاجات تانية مثلا زي الأكاتينة والكلام ده، وهشوفها على خير.